خبر محزن جدا عن السورية نارين بيوتي منذ قليل في المستشفى وسط حزن كبير من أسرتها. فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية نارين بيوتي الجمهور بإعلان إصابتها بمرض في الدماغ بعد أن خضعت لعدد من الفحوصات خلال الفترة الماضية جراء شعورها المستمر بالتعب. وأوضحت المشهورة السورية في منشور عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس المستشفى وتنام على سرير داخل واحدة من المستشفيات، وقالت إنها تغيبت خلال الفترة الأخيرة لأنها كانت تعاني من الشعور المستمر بالتعب، لذا قررت الخضوع إلى فحص الرنين المغناطيسي الذي كشف عن وجود مشكلة في الدماغ. وأشارت إلى أنها قررت الكشف عن جزء من ما يحدث معها في الفترة الأخيرة قائلة: اليوم أخذت قرار أني أشارك معكم جزء من حياتي بالفترة الأخيرة وسبب ظهوري القليل على السوشيال ميديا اللي أنتوا مالكم متعودين عليها، بس صدقوني أحيانا الظروف بتكون أكبر مننا. ونشرت اليوتيوبر السورية صورة للأشعة على المخ التي خضعت لها، مشيرة إلى أنها خاضت رحلة منذ عامين للمتابعة في العلاج وأنه ليس مرضا مناعيا، وتابعت: من فترة تعبت صحتي وحسيت أن في أشياء غلط بجسمي وخضعت لفحوصات عامة وما كنا نعرف السبب للتعب الجسدي، لذلك قررنا نعمل رنين مغناطيسي للدماغ واكتشفنا انه كان في عندي 3 نقط بيضاء على الدماغ بأحجام مختلفة، وحاليا راح اخوض رحلة لمدة 2 لحتى اتابع مع الدكتور لنتأكد ان هو مش مرض مناعي وان شاء الله خير. ووجهت المشهورة السورية نصيحة إلى الجمهور قائلة: إذا حسيت شيء غلط بجسمكم لا تتجاهلوه، لأنه صدقوني جسمكم بيحكي معكم، وانتبهوا لصحتكم الجسدية والنفسية. وتلقت البلوغر الشهيرة سيلا من دعوات متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى متابعيها في أقرب وقت. وطبعا المتابعين توقعوا ان المرض هو عبارة عن سرطان لا سمح الله. بالبداية اكيد هو مرض خطير، وهذا يعني تلف بعض الخلايا الدماغية، وممكن هالشيء يؤدي الى سكتات دماغية لا سمح الله. ومثل ما وضحت نارين بيوتي ان هي بتحتاج لفترة للعلاج، وهذه الفترة طويلة جدا حوالي 2، وهي بتظل تتابع وتسوي فحوصات كل فترة وفترة. وطبعا رغم هذا الشيء نارين بيوتي ظلت محافظة على روحها الحيوية، ونزلت واحد من المقاطع من داخل المستشفى وهي قاعدة ترقص وحط أغاني، فالله يشفيها يا رب، وأتمنى يا حبايبي تدعو لها بالشفاء العاجل. راح أحط لكم اللقطات شوفوها. وتتصدر نارين عمارة المعروفة باسم نارين بيوتي محركات البحث باستمرار، وهي واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا تفوت فرصة للفت الأنظار في كل ظهور لها، وكان ظهورها الأخير خلال شهر فبراير الماضي للاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها، وكان أحد أبرز أحداث حياتها كان خبر خطوبتها اللي شغل جمهورها وأثار فضولها بشكل كبير. نارين عمارة المعروفة بنارين بيوتي هي مغنية ويوتيوبر سورية الأصل، ولدت في حلب في 17 فبراير عام 2000 بعد اندلاع الحرب في سوريا. لجأت مع عائلتها إلى السويد، ونارين هي الأخت الكبرى بين 4 أشقاء: شيرين وسدرة وجلال وشيرو. خلال مسيرتها قدمت العديد من أغاني الراب، فعام 2016
أطلقت نارين قناتها على يوتيوب تحت اسم نارين بيوتي، حيث تنشر يومياتها ومحتوى يتعلق بعالم الموضة والجمال، وتمتلك القناة أكثر من 14 مليون متابع من مختلف الجنسيات، وهو ما ساهم في شهرتها الكبيرة، وتعتبر واحدة من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي. وفي عام 2023 أعلنت نارين خبر خطوبتها في دبي وسط أجواء رومانسية وفخمة. من هو خطيب نارين بيوتي؟ رامي سامو المعروف بأبو إلياس هو رجل أعمال ومستثمر سوري من مواليد عام 1986، أي يكبر نارين ب14 عام، والذي يقيم في دبي وينتقل بين دبي والولايات المتحدة بحكم عمله. وتعرف على نارين قبل سنة ونصف من خطوبتهما، وأعرب عن إعجابه بها منذ اللحظة الأولى، مؤكدا أنه ينوي الزواج منها. رامي طلب الزواج من نارين في دبي وسط أجواء رومانسية وفاخرة، وطلب يدها من أهلها في حفل صغير أقيم في منزلها. فيما بعد احتفل بخطوبتهما في حفل كبير حضره العائلة والأصدقاء. تألقت نارين بفستان أزرق طويل، بينما ارتدى رامي بدلة بيضاء، ولفت خاتم الخطوبة الأنظار بحجر ماسي كبير بوزن 4.36 من 100 قيراط، والذي أصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر نارين بيوتي واحدة من أشهر اليوتيوبرز العرب، وتشارك متابعيها تفاصيل من حياتها اليومية إلى جانب فيديوهات المكياج وصيحات الموضة. وعندما أعلنت خطوبتها في أكتوبر الماضي، فقد أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الفني وبين مشاهير السوشيال ميديا بسبب المفاجأة الكبيرة. فكم فارق العمر بين نارين بيوتي وخطيبها؟ يبلغ فرق العمر بين نارين عمارة وخطيبها 14 سنة كما ذكرنا، إذ أن نارين ولدت في 17 من فبراير عام 2000، وهي تبلغ من العمر حاليا 24 سنة، بينما ولد رامي خطيب نارين بيوتي في العام 1986، مما يعني أن عمره حاليا 38 سنة. لم تتركز اهتمامات نارين بيوتي على عالم الجمال والموضة فقط خلال السنوات الأخيرة، بل كان هناك اهتماما واضحا بالغناء، وتحديدا عالم الراب، حيث قدمت مجموعة من أغاني الراب خلال السنوات الماضية، أشهرها أغنية على المزيكا التي طرحت لأول مرة في عام 2020، وحققت شعبية واسعة، وصل عدد مشاهدات الأغنية لأكثر من 60 مليون مشاهدة، بالإضافة لعدد من أغاني الراب اللي قدمتها في السنوات الأخيرة كفيديو كليب، ومن بينها أغنية ما في خبي وأتراح. يذكر أن آخر ظهور لنارين بيوتي كان خلال وجودها في حفل زفاف المطربة والمؤثرة السورية بيسان إسماعيل، الذي أقيم في دبي منذ 3 أشهر.